توفيق أبلج وتوفيق أيضا بالشوط الرئيسي الأول وانتزاعه انتزاعا موفقا إن شاء الله. تهنئة لراشد منبط الزعبي من قاد أبلج في هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع. ينطلق شوطنا الثالث وأحيل الميكروفون للزميل حمد بن محمد الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا الصباح الجميل وفي أول أيام هذا المحلي الرابع الذي تتم انطلاقته من خلال هذه الفترة الصباحية، متمنين بإذن الله تعالى التوفيق للجميع والنجاح بإذنه تعالى. أيها الإخوة، هذه السباقات التي تتواصل هنا على أرضية ميدان الشحانية بالدعم السامي من المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، والمتابعة أيضا من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما تقوم به من انطلاقات وتميز في هذه الأشواط، فشكرا لها ولجميع العاملين فيها. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو شوطنا الثالث ينطلق، ولكن نهني ونتقدم بالتهنئة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على فوز شبا وتحقيقها بأول أشواط البكار. التهنئة موصولة لمحمد بن مبارك بن قطامي، بينما أتى أبلج في أول أشواط الحقائق القعدان. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. التهنئة موصولة لمضمر أبلج راشد بن بطي الزعبي. نتواصل مع شوطنا ونبدأ مع المركز الأول. هذه وصال من تحتل المركز الأول وتتصدر هذه الجموع، تعود ملكية وصال. نتابع مشاهدينا الكرام، وصال من تحتل المركز الأول تعود ملكيتها لهجن الغرافة حسب ما هو مدون عندنا. سالم بن عامر المدهوشي هو من يقودها في التضمير، ولكن من الجانب الأيمن التقدم من الجانب اليمين جواهر لهجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. ننتقل للمركز الثالث، الوصول والتقدم هنا من الذيبة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، بينما تصل على المركز الرابع. ومن تتواجد على رابع المراكز في هذه اللحظات تتواجد وقار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني حمد بن طالب الجربوعي من يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الخامس، ومن تحتل المركز الخامس الوصول هنا من المرمرة لهجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يقودها في التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الافاضل. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى هجن الغرافة مع وصال سالم بن عامر المدهوشي هو من يقودها في التضمير حسب ما هو مدون عندنا. نذيعها نعم حملة رقم 11 هي تحمل اسم وصال لهجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الثاني ومن تتواجد فيه مرمرة مرمرة مع الكيلومتر الأخير لهجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، ولكن وصول وتقدم في هذه اللحظات من وقار لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة من يقودها في التضمير، ولكن من الجانب الأيمن جواهر 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 وصلت الجواهر لهجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقودها في التضمير. وصلوها للطلايب، وصلوها للطلايب يا المدهوشي. أرى التقدم هنا من الأسماء، ولكن نعود إلى المقدمة مع وصال. وصال وصال وصال، الله يا وصال، الله يا وصال لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي من يقودها في التضمير. هذه وصال وصال تصل مشاهدينا الأفاضل إلى 400 متر الأخيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه خطة من المدهوشي، خطة ناجحة ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم أيها الإخوة الأفاضل، خطط هنا باسم وصال بهذا الشعار الذي يكون هنا مبطنا لجميع المضمرين. سلام الغرافة، سلام، سلامنا وتحياتنا لك يا المدهش، يا مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي. هذه وصال تصل بأمان وسلام بهذا الناموس وتهديها للغرافة، هذا الناموس الغالي المركز الثاني. وصلت أيضا جواهر لهجن الغرافة المركز الثالث.
وصلت على المركز الثالث الدوحة لهجن الشحانية. المركز الرابع الوصول من السيافة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. أما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس رعود لهجن إنتاج أم الزبار. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. نعود إلى التوقيت الزمني وملخص هذا الشوط مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر علي بن محمد بو شارب وأيضا ومحمد بن خزينة مخرجين هذا النقل الحي والمباشر. نشكرهم جزيل الشكر ونشكر جميع الإخوة العاملين في هذه القناة المميزة التي ترصد لكل مشاهدين هذه القناة في أنحاء دول العالم كل ما يدور وما يحدث في أرضية هذا الميدان. هذه لحظة وصال إلى خط النهاية مع هذا التخطيط الناجح من المدهوشي. نعم 4 دقائق 43 ثانية 69 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت وصال. تهانينا لهجن الغرافة. التهنية موصولة لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني تصل ويصل إنتاج أو تصل هجن الشحانية بتوقيت زمني 4 دقائق 48 ثانية 61 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت الدوحة. تهانينا لهجن الشحانية. التهنية موصولة لمضمر الدوحة جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث 4 دقائق 48 ثانية 63 جزءا من الثانية. هذه هي جواهر تهانينا والناموس لهجن الغرافة. التهنية أيضا موصولة لسالم بن عامر المدهوشي.